شكرا لك وسام ورويدا. إذن حياة سود مهمة، حركة انطلقت وتوسعت في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تحت شعاراتها. سارت تظاهرات في دول أوروبية تضامنا واحتجاجا على مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة. هل هذه التظاهرات هي فقط تضامنية أم أنها تعبر عن أزمة العنصرية أيضا في هذه الدول الأوروبية؟ المزيد في للخبر بقية. أهلا بكم. تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في أوروبا بعد مقتل جورج فلويد، واليوم انطلقت تظاهرات في إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا ومن قبلها في فرنسا. معظمها رفع شعارات نفسها التي تدفع بها حركة أسود مهمة التي تعمل منذ سنوات على مواجهة العنف الممارس ضد السود من قبل أجهزة السلطة لا سيما الشرطة. نسأل في حلقة اليوم، هل الخروج الشعبي الأوروبي المناهض للعنصرية هو تعبير تضامني فقط أم تجلي لأزمة عنصرية عميقة أيضا في أوروبا؟ وهل تقود حركة حياة السود مهمة مسار التغيير في قوانين وتشريعات في الولايات المتحدة وفي أوروبا؟ بحت صرخة جورج فلويد فبعثت في حناجر آلاف السود الأوروبيين، تعكس وجوههم نور حقيقة طالما خبروها في محطات شتى. ظلمة الإجحاف على يد السلطات لم تسلم منها أعناق الكثيرين وهم يمثلون الملايين من سكان أوروبا. تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أصدرته قبل نحو سنتين أظهر أن الأشخاص ذوي البشرة السمراء يواجهون تمييزا منتشرا عبر دول الاتحاد. تضيق عليهم الأرض وإن رحبت بغيرهم، فهم يحصلون على أماكن سكن أسوأ ووظائف أدنى شأنا من البيض وفق التقرير. فنحو 45% من السود في أوروبا يعيشون في مساكن مكتظة مقارنة بنحو 17% من إجمالي السكان، بينما يمتلك نحو 15% فقط منازل مقابل نحو 70% من سكان القارة العجوز. شاخ قلبها ولا يبدو أنها قادرة على العدالة في توزيع العطف، فصغار السن من أقلية السود فيها عرضة للتمييز في أماكن العمل، وما يصل إلى نحو 76% منهم لا يعملون ولا يتلقون تعليما أو تدريبا في بعض دول الاتحاد الأوروبي. وإن تخلص أجدادهم من أغلال العبودية لدول استعمرتها أوروبا، غير أن أطياف قيودها تبدو عالقة بأطراف حريتهم، وعناصر الأمن الأوروبيين يوقفون نحو 24% من السود، حيث عانى واحد من كل ثلاثة أشخاص سود من مضايقات عنصرية في السنوات الخمس الماضية. التشريعات التي اتسعت في أوروبا لحماية حقوق الحيوان لا يبدو أنها اتسعت لتشمل كل بني الإنسان على أرضها، ما ضيع على الأقليات حقوقهم الأساسية وجعلهم عرضة للتمييز العنصري بلا حسيب. مهمة حياة السود، كأن دمهم ليس دما وأيامهم لا تستحق أن تعاش. يجمعون شتات أنفسهم المبعثرة بمواقف عنصرية منغصة، يخرجون في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، يصطدمون من جديد بعصي رجال الأمن، كأن سجل الحريات بالأمس فتح وكأنما الرقيق لم يحرروا. يعلون الصوت جماعات مخافة أن يستأسد بهم الصوت فرادى. نقل الحريات وحقوق الإنسان أن شئت من أوروبا وغيرها، ما احترام الكينونة الإنسانية إلا بقوانين وضوابط لا تشج رأسها رصاصة طائشة ولا تخنق رئتيها ركب جائرة. ينضم إلينا في هذه الحلقة من واشنطن الدكتور ويلمر ليون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هوارد، وأيضا من لندن كريس فيليب المسؤول السابق في الشرطة البريطانية، ومن باريس عبد المجيد مراري الناشط الحقوقي في منظمة أفدي الدولية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور ليون، من هذه اللحظة والأصوات التي ترتفع لتقول بأنها لحظة معالجة الولايات المتحدة لتاريخها مع السود وتاريخ العبودية، هل فعلا هي اللحظة لذلك؟
It's been long past the time for this. لقد مضى هذا الوقت منذ زمن. هنالك العديد من المحاولات من أجل ذلك منذ 200 سنة حتى الآن. والآن قد اصطدح الأمر مع مقتل السيد جورج فلويد. إذن ما المطلوب الآن؟ هذه الاحتجاجات غير أنها ترفع يعني مطلب العدالة لفلويد، تقول بأن الوقت يعني فات على المعالجة، ولكن يعني يجب التغيير الآن، البحث عن تشريعات، عن ماذا؟ كل ما ذكرتي. هم يطالبون من أجل إحقاق العدالة للسيد جورج فلويد، وهم أيضا يطلبون التغييرات وأحداثها في ممارسات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتغييرات أيضا في التشريعات، وسوف تصدر تشريعات وتمرر في الكونغرس في أسبوع أو أسبوعين من أجل إحداث تغييرات. وما يجب أن يحدث هو علينا أن نبدأ في معالجة مشاكل هذه، أسباب هذه المشاكل، ووضع خطوط حمراء ضد هذه الممارسات، ومعالجة المواضيع المتعلقة بفروقات الدخل. وهذه الأمور التي أعتقد بأنها هي أساس هذه المشكلة. سنعود لنفصل أكثر بأسباب هذه المشكلة وأولوية المعالجات. سيد فيليب، يعني في بريطانيا تفاعل الناس وخرجوا للشارع في تظاهرات تضامنية، هناك رأي يقول يعني لماذا جلب قضية مهمة في الولايات المتحدة إلى بريطانيا؟ لا يوجد عنصرية، لا يوجد نظام يميز ضد السود، ما رأيك بذلك؟ حسنا، لن أقول بأنه لا يوجد عنصرية على الإطلاق، لأن أحيانا الأشخاص الأفراد يتعرضون للعنصرية، لكن ما أريد أن أقوله أن مقتل رجل في وسط أمريكا له أثر كبير جدا حتى هنا، وإن الناس محبطون أصلا لأسباب أخرى مثل الحجر التام والغلق التام، ولا أعتقد أنه لدينا نفس المستوى من العنصرية هنا، لكن عندنا مشاكل أخرى. وسأقول هنا بأن استعمال العنف بهذه الطريقة هو فكرة سيئة جدا، والعديد من الناس قد شعروا بالحزن تجاه هذه الحادثة، وقد كانت مريعة جدا، وكل عنصر من الشرطة سيتفق معي على ذلك. ولذلك ما يؤسف هو أن نرى الشرطة عندنا تهاجم لشيء حدث في بلد آخر. طيب، ولكن أنت تقول بأنه يعني هناك بعض المسائل التي تتصف أو يتم التعامل معها انطلاقا من العنصرية، أو يتعرض الأفراد ل يعني أفعال فيها أو أسبابها عنصرية ولها طابع عنصري، ولكن هل تعتقد أن المؤسسات التي تتمتع بالسلطة، سواء الشرطة أو النظام القضائي أو غيره في بريطانيا، هو نظام مبني على شيء أو على كل طابعه عنصرية، أم أن هذا فقط هو معاملات أفراد اجتماعية؟ أصغوا إلي، أنا لست رجلا أسود، ولا يمكنني أن أتحدث كرجل أسود، ولكنني أتفهم أن لديهم مشاكل حقيقية ويعانون منها في هذه البلاد وحول العالم، ولكن ما أريد أن أقوله أن حياة السود مهمة، وأن هذه المنظمة موجودة في المملكة المتحدة، و
ونحن في المملكة المتحدة نجرم العنصرية ونجرم أي كلام عنصري، وهذه القوانين موجودة عندنا أصلا، وهنالك شؤون أخرى ومشاكل أخرى، مشاكل وتعامل الشرطة مع المجتمعات السود هي دائما سببها يكون مستويات الجريمة المرتفعة. في المملكة المتحدة نجد الشباب الصغار من المجتمعات التي فيها البريطانيون من أصول أفريقية يقتلون شبابا آخرين من نفس المجتمعات وهم من الأفريقيين، عفوا البريطانيين من أصول أفريقية. طيب لكن علينا أن نوقف هذا العنف بكل الأحوال. تمام، سأعود إلى هذه النقطة أيضا بالمقارنة مع الولايات المتحدة لناحية أرقام نسبة الجريمة أو حتى نسبة الذين يسجنون لقيامهم بأفعال جنائية مقارنة بعدد هذه المجموعات في البلاد، سواء في الولايات المتحدة أم في بريطانيا. سيد مراري، يظن البعض أو هذا الاعتقاد السائد بأن أوروبا هي أقل عنصرية من الولايات المتحدة، إلى أي درجة هذا صحيح وفق التقارير الحقوقية؟ نعم، تحية لك سيدتي. ربما يكون فارق بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية هي درجات التعامل مع هذه مع هذا الإشكال. لا كنت أن أسميها ظاهرة، لكنها للأسف الشديد لم تصبح ظاهرة بقدر ما أصبحت ممارسة يومية لرجال الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الاختلاف، هذا وجه الاختلاف مع دول أوروبا هو درجة العنف، على اعتبار أن المجتمع الأمريكي هو مجتمع مسلح، وهو ما يغيب هنا السلاح وما يغيب هنا على المواطنين الأوروبيين. لكن تبقى أوروبا كذلك لها يعني نسب قوية في تعاطي رجال الأمن مع مواطنين من ذوي البشرة السوداء أو حتى ذوي الخلفيات الأخرى والإثنيات الأخرى، سواء على المستوى الديني أو على المستوى العرقي أو شيء من القبيل، تبقى معاملتهم معاملة ميزية عنصرية. وهذا للأسف الشديد ما أكدته مؤسسة مهمة فرنسية، وهي مؤسسة ديفونسور دو دغوا، ومؤسسة المدافع عن الحقوق، وهي مؤسسة مرتبطة برئاسة الدولة، أكدت بأن العنصرية بفرنسا أصبحت سلوكا ممنهجا، بمعنى أنها أصبحت ولكأنها أصبحت سياسة دولة، سياسة مؤسسات. وهذا ما زاد في الطين بلة في هاته الأيام الأخيرة، وهذا ما دفع إلى خروج العديد من التظاهرات والمظاهرات في العديد من الدول الفرنسية. بالفعل ارتبطت بقضية جورج، لكن كان هناك حدث هنا في فرنسا لمدة 4 سنوات، جاء تقرير ينفي مسؤولية الدولة عن وفاة أدما تراوري، وهو مواطن فرنسي من أصول إفريقية تم الاعتداء عليه وقتله بنفس طريقة موت جورج في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقرير التشريح الطبي يعني برأ رجال الدرك هنا في فرنسا من المسؤولية، وقال بأنها هي وفاة نتيجة توقف طب ما الذي سيد مراري يغطي يعني هذا السلوك الذي تصفه بالممنهج؟ ما الذي يغطيه؟ قوانين لا تزال موجودة في فرنسا أو في غيرها من الدول الأوروبية التي يعني تغطي هذا الموضوع، أم أنه الممارسة الاجتماعية وممارسة الأفراد الذين يفرضون يعني نظام داخلي أو سلوك داخلي على المؤسسات؟ نتحدث مثلا عن الشرطة، قد يكون هناك قانون يمنع العنصرية أو ممارسات العنصرية، ولكن بسلوك الشرطة الممنهج بين مزدوجين يفرض ذلك. أعتقد أنه تساهل الدولة في تطبيق القوانين، ليست القوانين هي التي تنقص، هناك قوانين وهناك فصول صارمة مبتوتة في قوانين الفرنسية، خاصة في القانون الجنائي الفرنسي الذي يجرم كل أشكال التمييز العنصري، سواء على مستوى البشرة أو مستوى الدين أو مستوى اللغة. هناك ما يقارب تقريبا 21 شكل من أشكال التمييز حددها القانون ووصفها، حتى التعامل مع المرأة الحامل ورفض التعامل معها لأنها حامل هو يعتبر تمييز في القانون الفرنسي، وهناك أشكال أخرى من التمييز. إلا أن السلطات الفرنسية لا تضرب بقوة على يد من يتعامل بهذا الأسلوب،
إلا نادرا. نعم سمعنا أنه نعم. هناك اعتقال بعض رجال الأمن، هناك طرد مجموعة رجال الأمن، هناك سجن عدد رجال الأمن، لكن تبقى حالات انفرادية. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك إشكال في دورات التحسيس والتكوين، سواء لرجال الأمن ومؤسسات السلطة بصفة عامة نعم. أو حتى للمواطنين. حتى هناك ليس هناك تحسيس للمواطنين إذا ما مواطن تعرض لشكل من أشكال التمييز أن يتوجه إلى حملات إلى كتابة محضر، أي نعم. حملات التوعية للأسف الشديد وحملات تحسيسية للأسف الشديد شبه غائبة. وهذا تمام. دورنا نحن كمنظمات حقوقية، وابتدأنا تجربة لمدة هذه السنة 4 سنوات، بدأنا تجربة مع مجموعة شباب واضح. فرنسيين أجل تحسيسهم بأهمية التوجه نعم. وضحت هذه النقطة. بدل مواجهة العنف بعنف نعم. بدل مواجهة العنف بعنف، مواجهة هذا العنف بمحاضر أمن ومحاضر الشرطة والقضاء والعدالة وليس العنف. هذا من أجل يعني امتصاص غضب الشباب وامتصاص غضب الشارع. دكتور ويلمر ليون من واشنطن، كنا نتحدث عن أن يعني النظام الذي سلوك الشرطة أو حتى نظام السجون ونظام القوانين التي يجب أن تتغير، وكنت تسمع ربما سيد فيليب وهو يتحدث عن أن المشكلة هو نسبة الجريمة، على الأقل من وجهة نظري هنا في بريطانيا، نسبة الجريمة التي ترتفع في المجتمعات أو مجتمع أسود وربما أقليات أخرى. هل هذا هو نفسه في الولايات المتحدة برأيك هو الذي يدفع إلى أن يكون عدد أكبر من السود موجودين في السجون أو يدانوا بجنايات؟ أعتقد أن القمع هو القمع ولا يختلف بين مكان وآخر في العالم، ولكن عندما ننظر في البيانات فإننا نرى بأن الناس الذين يرتكبون الجرائم فهم يرتكبونها أصلا، فهذا الأمر لا يهم إذا ما كانت هذه المشكلة مشكلة متأصلة في ثقافة ما أو مجتمع محلي ما، ولكن نرى بأن من يعاني من هذا من هذه الجرائم هم أفراد المجتمع المحلي نفسهم. معدلات المساجين العالية من الأمريكيين من أصول أفريقية والناس الملونين في الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالتمييز العنصري والتصرف التمييزي معهم من طرف الشرطة عندما يعتقلون الناس وعندما يلاحقون الناس قضائيا وتتخذ القرارات ضدهم، وما هي الجرائم التي يتهمونهم بها. الأمريكيون من أصول أفريقية الذين يرتكبون عددا أقل من الجرائم أحيانا يتم اتهامهم بصورة مختلفة وتتم إدانتهم بصورة مختلفة وينتهي بهم المطاف ليكون عددهم أكبر في السجن. نتحدث هنا عن نظام العقوبات، ويعني منه ما كان في عهد كلينتون جرى تعديله، أيضا اعتبر لاحقا أو أقر به كلينتون بأنه يعني مجحف بحق الصوت تحديدا، وحتى أعيد البحث بذلك في نهاية ولاية أوباما. ماذا الآن؟ يعني كيف يمكن إعادة تفعيل البحث بذلك وتغييره؟ إذا فهمت سؤالك بالصورة التي طرحته به، عندما بدأ الأمر الذي تعاملت معه إدارة كلينتون وإدارة أوباما هو موضوع الاختلاف في الكوكايين الذي يكون على شكل بودرة والكوكايين الآخر والتعامل مع هاتين الجريمتين، وكانت لدينا أشياء مثلا أنه يمكن أن يسامح أو تخفف العقوبة في أول 3 جرائم أو أول 3 جناح، ولكن أدى هذا الأمر إلى سجن عدد أكبر من الناس الملونين بدلا من تخفيف عدد المساجين من الناس الملونين. ونحن نتوقع أن تتم إعادة النظر في القوانين وتمرير قوانين جديدة في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه، لأن ما يحدث بناء على هذه القوانين أمر مريع ويجب اتخاذ
قرارات من أجل تغيير ما تم اتخاذه في أثناء إدارتي كلينتون وأوباما وغيرهم. تماما هذا ما كنت أشير إليها دكتور ليون. سيد فيليب، تقرير عام 2017 للامي ريفيو يظهر أن 3% من السكان في إنجلترا وويلز هم من السود، 12% من الموجودين في السجون هم من السود، و 48% من الموجودين في مراكز إصلاحية أي ما هم من هم تحت سن 18 من العمر هم أيضا من السود وغيرهم من الأقليات. هل هذه الأرقام هي فقط تعكس ما كنت تشير إليه، ارتفاع بنسبة الجريمة في مجتمعات محددة، أم أن يعني نظام العقوبات يعني يعزز من ذلك بالإضافة إلى عوامل أخرى اجتماعية من فقر ويعني عدم إنماء في هذه المجتمعات؟ أعتقد أنه قد تكون هنالك أسباب تدفع لذلك، وأعتقد أنه في المملكة المتحدة هنالك العديد من المجتمعات الملونة التي تعيش في مناطق منعزلة ومناطق فقيرة، ولذلك فإن هناك استعمال أكثر للمواد المخدرة، وهناك الشباب الذين يقتلون، الشباب السود الذين يقتلون يقتلهم شباب سود آخرون، وهذا يؤدي بأن من يعاني من هذه الجرائم هو المجتمع، مجتمع الشباب السود. ولكن علينا أن ننظر إلى هذه الإحصائيات، إحصائيات هذا العام، ما هو عدد حالات العنف من طرف الشرطة؟ صفر. لدينا شخص أطلق عليه النار من طرف الشرطة لكنه لأنه طعن أناسا آخرين. لدينا سجون بالطبع، وأريد أن أقول أن المحاكمات في المملكة المتحدة محاكمات عادلة، ولذلك فإنه علينا أن نخفض هذه النسب. نقطة مهمة ذكرتها سيد فيليب، وأريد أن أسمع رأي سيد مراري بها، وهي فكرة يعني تقول بأن النظام في بريطانيا، النظام القضائي عادل، ولكن ببعض الحوادث التي جرت في السنوات الأخيرة ليس فقط في بريطانيا، حتى يعني ما شهدناه في الولايات المتحدة، هو فكرة موت أو مقتل الشخص وهو يحاول الفرار من الشرطة. يحلل البعض ذلك بأنه انعدام ثقة بأنه سيحصل بفرصة عادلة، يعني هو يعتقد متى ما جرى الإمساك به انتهت حياته، وبالتالي مستعد أن يفر بأي ثمن ممكن. أعتقد أن هذه المقاربة قد تكون صالحة في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما لأنه قوانينها هي قوانين صارمة، ولا زالت تعتمد بعض الولايات الأمريكية تعتمد الإعدام، وهذا يعني مناقض تماما لأوروبا والتي ترفض عقوبة الإعدام والتي لا تطبق عقوبة الإعدام، والقضاء فيها يتمتع بنوع كبير من الاستقلالية، وكل المحاكمات التي تجري هنا تجري في إطار شفاف ونوع من العدالة، من شروط متوفرة فيها كل شروط المحاكمة العادلة. لكن دعيني سيدتي أرجع إلى نقطة مهمة ذكرها ضيفك من لندن، أو السؤال الذي تقدمتي به، وهو مسألة وجود نسبة كبيرة من السود أو من المهاجرين بصفة عامة أو ذوي الأصول المهاجرة بصفة عامة في السجون الأوروبية بصفة عامة، وهذه ليس لأن هؤلاء في جيناتهم يعني الإجرام وفي جيناتهم الخروج على القوانين والتمرد على القوانين على الإطلاق. أعتقد أنه هناك نسبة كبيرة من ذوي الأصول أجنبية نجحوا في المجتمعات الغربية ووصلوا إلى مستويات كبيرة، لكن الخطأ في الدولة هنا في فرنسا وفي إسبانيا مثلا وفي بلجيكا، سياسة الإقصاء، سياسة الإهماش، يعني رفض الدولة أن
تدمج تلك النسبة المهمة من المواطنين وهم مواطنون وليسوا لم يصبحوا أجانب ولا مهاجرين، أصبحوا مواطنين يعني من الجيل الثالث والرابع والخامس، رفضت الدولة أن تدمجهم رغم ما وصلوا إليه من مستويات علمية مهمة جدا. ولا أدل على ذلك هو في أزمة كورونا، من أنقذ أوروبا صراحة؟ هنا في فرنسا نعيش في كبرى المستشفيات الفرنسية، كان على رأسها يعني أطباء من ذوي أصول يعني أصول أجنبية، من ذوي أصول سواء عربية أو من أصول أخرى سواء ذوي يعني البشرة السوداء. البارح شفنا في المسيرة الكبيرة التي كانت هنا في فرنسا، على رأس هذه المسيرة كان واحد من أفريقي قال بأنني أنا كنت أنقذ الفرنسيين في المستشفيات وهم الآن يقتلوننا في الشوارع للأسف الشديد. وكانت يعني هذه عبارة مدنية في الشارع الفرنسي. في أوروبا قوانين هي تجرم العنصرية وقوانين تحمي حقوق المواطن من أي جنس ولون، ولكن الممارسات اليومية فيها الكثير من التمييز. أريد أن أعود إلى دكتور ليون في واشنطن، لأن يعني كان يتحدث سيد فيليب عن وجود أيضا لحركة أو حياة السود مهمة هنا في لندن، وهي فاعلة كما هي فاعلة في كندا وفي الولايات المتحدة. هل ما نشهده من تظاهرات من وجهة نظرك هو نابع أيضا من قدرة هذه الحركة على تجييش رأي عام في مناطق وجودها أو تأثيرها؟ حياة السود مهمة، والمنظمات الشبيهة الأخرى قد كانت قادرة على تعبئة الرأي العام، لأن التصرفات عدم الإنسانية ليست سوى تصرفات فيها عدم إنسانية، سواء ارتكبت في الولايات المتحدة الأمريكية أم في بلجيكا أم في فرنسا أم في المملكة المتحدة. بالنسبة إذا رأينا وتذكرون كيف رأينا ذلك الضابط أو الشرطي الذي يضع ركبته على رقبة جورج فلويد ويقتله كما تقتل الحيوانات، فإن هذا الأمر مريع. ومن الملفت أن نلاحظ أيضا أنه أنا أكثر ما راه في أوروبا يحدث في بلدان كانت من الإمبراطوريات الاستعمارية السابقة، فيمكننا أن نرى بأن هنالك أثر للاستعمار والاستيطان في تلك البلدان، وهنالك وجود لهم. فمثلا نرى هنالك أغلبية للبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ونرى أن ذلك يتجلى في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت دائما تنظر إلى نفسها بأنها أرقى من غيرها وأفضل من غيرها ومتطورة أكثر من غيرها. ولذلك نرى بأن جريمة قتل جورج فلويد تظهر لنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مختلفة عن غيرها، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تحاسب على نفس المعايير التي تحاول أن تحاسب البلدان الأخرى عليها، سواء كان ذلك القانون الدولي الإنساني أو القانون الجنائي الدولي أو غيره من التعهدات الدولية. سيد فيليب، يعني أعود إليك بنقطة تتعلق بسلوك الشرطة هنا في بريطانيا. هناك كتاب تحدثوا اليوم عن أن الشرطة تملك أسلوبا يوقف أكثر السود أو ذوي البشرة الملونة أكثر من البيض، وهذا لم يتغير منذ حوادث كثيرة حدثت سابقا عام 2010 و 2011. حسنا، علينا أن نأخذ في حسباننا إذا نظرنا إلى الجرائم التي ترتكب في الشوارع ومن يرتكبها سواء كانوا من البيض أو من السود، فإنها جريمة وسوف يحاسبون. والشرطة عليها أن توقف الناس في الشارع وتفتشهم. نعم. ويجب أن نسأل مثلا، هل توقف النساء بعد عمر 40 مثلا من أجل التفتيش؟ لا، فالموضوع لا يتعلق بالعمر ربما أو اللون، ولكن وظيفة الشرطة هي فرض القانون والتأكد من أن الجميع ملتزم بالقانون. نعم. ويجب أن نمنع الناس من أجل ونفتشهم من أجل أن نتأكد أنهم لا يحملون سكاكين يرتكبون بها جرائم.
شكرا جزيلا لك سيد كريس فيليب المسؤول السابق في الشرطة البريطانية، كنت معنا عبر سكايب من لندن. وأيضا أشكر من واشنطن دكتور ويلمر ليون أستاذ العلوم السياسية في جامعة هوارد. ومن باريس شكرا لسيد عبد المجيد مراري الناشط الحقوقي في منظمة أفت الدولية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.